مجدي مدير تسويق من شركه اكسيديا فارم. كلمينا عن العقار النهارده المطروح واهميه العقار. احنا النهارده في مؤتمر ولقاء علمي ما بين شركه اكسيديا فارم وما بين الجمعيه المصريه لامراض الصدر والتضرم برئاسه الدكتور محمد عوض تاج الدين. الحقيقه ان مؤتمر النهارده يعني بيشرفنا فيه نخبه من اساتذه الامراض الصدريه في مصر كلها. النهارده احنا بنطلق عقار الميوكو بريف. عقار الميوكو بريف هو الماده الفعاله بتاعته موجوده في البروتوكول المصري. هو مين ليه علاقه يعني عقار كمذيب يعمل كمذيب وطارد للبلغم، لكن هو طبعا ليه اهميات ثانيه كتير حبينا النهارده ان احنا نتطرق ليها كمضاد للأكسدة للحفاظ على الرئة ومضاد للالتهاب، فبالتالي هو ليه أهميات كتيرة جدا. عقار ميوكو بريف احنا كشركة اكسيديا كنا مختلفين تماما في طريقة التصنيع. عايز اقول لك ان طريقة التصنيع آمنة تماما لمرضى السكر والضغط والكبد، ما فيهوش صوديوم بايكارب، ما فيهوش سكر، ما فيهوش اسبرتام، ما فيهوش سكرين، فبالتالي انا اعرف اخدم بيه كل عيان مصري موجود في كل بيت. طبعا العيان اللي عنده التهابات جهاز تنفسي بيصاحبها مخاط، العيان اللي هو الحد مدخن وعنده كحة بيصاحبها مخاط، كل التارجت بيشنتس دول او كل المرضى دول احنا وفرنا لهم عقار الميوكو بريف وبسعر مناسب جدا للخدمة. يعني في الاخر احنا الأولوية بتاعتنا كشركة اكسيديا هي خدمة المريض المصري. ممكن المريض يستهون شوية بماء البلغم او الكحة والكلام ده كله، احنا ممكن نعرف الناس ايه الآثار الجانبية او الأضرار اللي ممكن يعملها البلغم؟ بكل بساطة معنى وجود بلغم يبقى انت عندك عدوى وعندك بكتيريا وعندك انفكشن، فانت لازم تعالجه، لان عمر ما عملية التنفس هتبقى طبيعية طول ما انت دايما العيان حتى بيقولها بالعامية انا حاسس ان صدري مغشلق، انا حاسس مش قادر اخد نفسي. اما مريض التدخين ده المدخن انا بقول عليه مريض التدخين، يعني التدخين يعتبر مرض، هو ممكن يوصل بيه لو ما تعالجش لسد رئوية. فعشان كده وجود عقار آمن مذيب وطارد للبلغم هو ضروري جدا جدا لكل المرضى دول. طبعا في الكورونا لا غنى عنه كمضاد للأكسدة للحفاظ على الرئة وبرضه للكحة لو كان فيها شوية بلغم لمريض الكورونا. شكرا ليك، متشكرة جدا.